واش الخوت، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه الحلقه كذلك غادي تكون واعره بزاف وخاصه بالفاير بيل، ولكن انكانتيشنز كما شفتوا الحلقه السابقه كان واحد الدامج رهيب بزاف وفقط ليفل 125. غادي يكون عندنا تقريبا نفس البيلد، فقط غادي نحتاجو جاينت سيل وكذلك جولد فراي ايكون. كما كتعرفوا الانكانتيشنز عندهم واحد الدامج كبير بزاف وكيضربوا عن بعد عكس بعض الاسلحه اللي غادي تعاونكم بزاف في الجيم، وكذلك غادي تغلبوا بها بزاف ديال البوسز وتسهل عليكم اللعبه اقصى درجه. طريقه كيفاش غنلقاو هاد الانكارنيشنز والتجربه ديالهم، تبعوا معايا الفيديو. اول فاير انكانتيشنز غادي نجيو لهاد النقطه من جزيره الثلج. الى مشينا نقطه البدايه غادي نمشيو من هذا الاتجاه هذا حتى غادي نوصلوا لهاد لوست غريس. الهدف ديالنا هو غادي نمشيو فوق هاد القلعه، هنا في غادي نحصلوا على جاينت براير بوك اللي من خلاله غادي نلقاو جوج ديال الانكانتيشنز. بعد ما حصلنا على البراير بوك غادي نجيو لهاد النقطة من هاد الجزيرة باش نوصلوا لها نقطة البداية. نمشيو من هاد الاتجاه هذا حتى غادي نوصلوا لهاد تشيرش. هنا غادي نلقاو واحد الان بي سي اللي غادي نقدموا له البراير بوك وغادي يقدم لنا الانكانتيشنز. ومن بعدها غنديروا ستادي انكانتيشنز وغادي نلقاو جوج ديال فليم انكانتيشنز. بالنسبه للفليم اوف ذا فيل جود غادي نجيو لهاد النقطه هادي باش نوصلوا لها نقطه البدايه. نمشيو من هذا الاتجاه هذا حتى نوصلوا لهاد لوست غريس ومن بعد النقطه المواليه. الهدف ديالنا هو نمشيو لهاد النقطه اللي غادي يكون عندنا واحد الميني بوس فايت. وهنا حصلنا على الانكانتيشنز ديالنا فليم اوف ذا فيل جود. بالنسبه للانكانتيشن بيرن اوف فليم اللي غادي نحصلوا عليها من خلال ريممبرنس ديال الفاير جاينت اللي كاملين تقريبا كتعرفوا الطريق ليه. الا مشينا لنقطه البدايه ديال هذه الجزيره شوفوا هذا الاتجاه هذا حتى غادي نوصلوا لهذه النقطه وهنا غادي نلقاو الفاير جاينت. طبيعه الحال ما غاديش تكون سبويلينغ، يعني غادي نتجاوز الفايت.
ومن بعد ما غلبنا الفاير جاينت غادي نتوجهوا تيبل اوف لوست غريس. هنا غادي نمشيو لهاد الغرفه هادي اللي غادي نبدلو من خلالها الريمبرنس. ريسيف باور فروم ريمبرنس. غادي نختارو الفاير جاينت وهنا غادي نحصلو على بيرن او فليم. بالنسبه للانكانتيشن فليم كلينز مي غادي نجيو لهاد النقطه هادي. الا مشينا نقطه البدايه نتجهوا مع هذا الاتجاه هذا نمشيو مباشره لهاد النقطه لوس غريس. وهنا غادي نلقاو واحد الكامب اللي فيه غادي نلقاو الانكانتيشن ديالنا. بالنسبه لهاد الانكانتيشنز هادو غادي نجيو نحصلوا على فاير مونك براير بوك اللي غادي نجيو لنفس النقطه اللي كنا فيها قبيله، ولكن غادي نكملوا مع الطريق هادي حتى نوصلوا لواحد الكامب. هنا غادي يحصلوا على البراير بوك فاير مونكس براير بوك. وبطبيعه الحال غادي نمشيو لنفس النقطه باش نبدلو براير بوك ونحصلوا على الانكانتيشنز. وهنا غادي نحصلوا على اوف لايم وكذلك سيرج اوف لايم. بالنسبه للوار اوف لايم انكانتيشن غادي نجيو للنقطه ديال كيليد باش نوصلوا لها نقطه البدايه. نمشيو لهاد تشورتش وهنا غادي نلقاو واحد الرياح قويه اللي غتهزنا الفوق وغنجيو لهاد النقطه هادي. هنا غادي نلقاو هاد الحشرة اللي خصنا نقتلوها. ومن بعدها غادي نحصلو على وايرل اوف لايم. بالنسبة للانكانتيشن فاير ديدلي سين غادي نجيو لهاد النقطة هادي من الكابيتال. بعدها غادي نمشيو نهبطو من هنا. وهنا غادي ناخذوا هاد اللوحه هادي وغادي نتوجهوا مباشره لهاد النقطه. بعد ما غنجيو لهاد النقطه هادي غادي نتوجهوا لهنا لهاد الحافه اللي غادي نمشيو بهذا الاتجاه ونهبطوا لهنا. وهنا غادي نلقاو هاد الشبح وغادي نحصلو فاير ديدلي سين. وبالنسبة لآخر جوج انكانتيشنز غادي نجيو لتيبل اوف لوس غريس وغادي نجيو نتحتو البروفيت. وهنا غادي نديرو ستادي انكانتيشنز وهنا غادي نحصلو على كاتش فليمز وكذلك فليم سلينج. ودابا جا وقت التجربه ديال الانكانتيشن، لكن قبل ذلك غادي نديرو البوست. اول حاجه كنديرو الفلاسك من بعدها بوست انكانتيشنز
كوماندر ستاندارد سيبيكو ومن بعدها غنعمرو الدم والاف بي ودابا غادي نجربو الدمج شحال غادي يدير. واو 4500 بضربة واحدة. بالنسبة للجاينت فلايم تيك ذي نشوفو شحال غيدير ديال الدمج. واو 8800 دامج. واو بالنسبة للإنكانتيشن فليم فال أبن ديم غادي نشوفو شحال غدير ديال الدمج. واو 6650 كضرب ملتي تارجت. دابا غادي نجربو فليم اوف ذا فيل جود. واو واو مازال كتاكل الدامج 8500 دامج. دابا غادي نجربو سيرج اوف لايم. واو 5250. بالنسبة لوايرل اوف لايم واو 7800 دامج. واو ودابا غادي نجربو بيرن اوف لايم اللي غادي يكون اقوى انكانتيشن. واو 13000 دامج. واو صراحة الانكانتيشنز هادو بزاف ما كاينش اللي يقدر يقرب لي. واو صراحة بزاف. واو بالنسبة لاخر انكانتيشن عندها واحد الافكت واعر بزاف كتضرب ملتي تارجت اي واحد قصتيه كياخد دامج بدون ما تاتاكيه. صراحة عندها افكت واعر بزاف واخا ما كديرش واحد الدامج كبير. اذا بعد ما انتهينا من التجربه توب 5 فليمز انكارنيشنز بالنسبه ليا هي الرتبه الاولى جاينتس فليم تيك ذي بعدها فليم اوف ذا فيل جود لان عندها واحد الدمج كبير بزاف وهما بجوج كيضربوا من بعيد وكذلك فليم فال اوبن ذيم عندها واحد الدمج قليل ولكن كتضرب ملتي تارجت. اما بالنسبه بيرن اوف فليم عندها واحد الدمج خطير بزاف ولكن خاصك تكون لاصق مع الانمي ولكن الاغلبيه ديال البوسز كيكونوا كيتحركوا بزاف وكيديروا دمج كبير بزاف لان بيرن اوف فليم كتستغرق وقت طويل باش انك تنفذها. واخير وايل اوف فليم اللي عندها واحد الدمج حتى هي كبير بزاف ولكن ضروري خصك تكون لاصق مع الانمي وكتستغرق وقت طويل. اذا هادو هما توب 5 فليم انكارنيشنز بالنسبه ليا. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناة. نتمنى نلقاكم المرة الجاية فيديو جديد. مع السلامة.